اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم تقبل بير زينب أولوكوش مرهوم يوسف جلك كجوك وجعله في ميزان حسناتهم آمين اللهم تقبل هذا العمل واجعله في ميزان حسناتهم آمين اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا آمين اللهم اجعل قبر المرحوم يوسف جلك وجوك روضة من رياض الجنة آمين اللهم بارك في أهل هذا البير في حياتهم في الدنيا والآخرة آمين اللهم اجعله سببا لرضاك يا رب العالمين آمين اللهم اشف مرضاهم ومرضى جميع المسلمين آمين اللهم ارحم موتاهم وموت جميع المسلمين آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği 0212 621 60 60 selamet.org.tr